يتم اليوم افتتاح قسم الأشعة بالمراكز الطبية الثلاثة بجامعة المنصورة، ويشمل هذا الافتتاح 8 أجهزة، وقيمة الإجمالية لهذه الأجهزة 50 مليون جنيه. وتشمل هذه الأجهزة جهاز فحص الرنين المغناطيسي 1.5 تسلا، وده مجال قوي. جهاز أشعة مقطعية 128، وده له قدرة على تصوير جميع أجزاء الجسم. جهاز أشعة مقطعية 16 مقطع، وده بيستخدم لحالات العظام، بالإضافة إلى جهازين موجات فوق الصوتية بالدبلر الملون والفور دي اللي هو عشان تصوير الجنين، بالإضافة لثلاث أجهزة أشعة عادية اللي هي الرقمية. وهذه الأجهزة كلها موصلة بشبكة الباكس عشان يقدر العيان ياخد الصور بتاعته على سي دي، ودي متوصلة برضه بقسم الأشعة. وتم توصيل هذه الأجهزة للمراكز الثلاثة، وتم وضع الرنين المغناطيسي وضم إضافات تقنية خاصة بالأمراض العصبية في قسم المخ والأعصاب، مبنى المخ والأعصاب، بالإضافة للأشعة المقطعية. وتم تزويد قسم العظام بالأشعة المقطعية 16 مقطع، بالإضافة لثلاثة أجهزة الأشعة العادية. وتم تزويد مبنى الأمراض النساء والتوليد بأجهزة الموجات الصوتية، وهذه الأجهزة كلها موصلة بالباكس ولخدمة المريض. وهذا جزء من تحديث أقسام الأشعة على مستوى جامعة المنصورة، وسوف تستخدم هذه الأجهزة فيما بعد في بداية في موضوع الذكاء الصناعي، وتوصلها بجميع أجهزة الشبكات على مستوى الجامعات.